هذا الوثائقي هو مناسبة للوقوف على المهام النبيلة والأدوار الكبيرة التي يقوم بها الدرك الملكي في خدمة الوطن والمواطنين، 67 سنة من العطاء خدمة للوطن وللمواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العامين، والسهر أيضا على تنفيذ القوانين بفضل كفاءة أفرادها العالية وخبراتهم المتعددة وتكوينهم القيم. ومنذ تأسيسها وهي تقوم بأدوارها بالرغم من كل الظروف. والأوقات يحفظها الالتزام الراسخ من أجل حماية الأرواح والممتلكات والدفاع عن حوزة الوطن. الدرك الملكي هي مؤسسة أمنية وعسكرية في المغرب، وهو فرع من فروع القوات المسلحة الملكية، تأسست سنة 1957 بظهير شريف، يشمل عمله سائر ترابط المملكة والجيوش والحفاظ على النظام العام بالمناطق القروية وطرق المواصلات. الدولة المغرب التأسيس سنة 1957 الاسم الأصلي هو الدرك الملكي هناك مجموعة من الفروع الدرك الملكي والدرك الحربي الدرك الإقليمي الدرك المتنقل الدرك البحري والدرك الجوي مقرها بطبيعة الحال في العاصمة الرباط بالنسبة للقيادة القائد الأعلى هو الملك محمد السادس نصره الله والقائد هو محمد حرامو وهو الجنرال دو دارمي بالنسبة للمهام، مدنيا هو السهر على الأمن العمومي والحفاظ على النظام وتنفيذ القوانين، ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد. بالنسبة للمهام العسكرية، في حالة وقوع الحرب، يتولى الدرك قيادة فيالق ووحدات الجيش، نظرا إلى الخبرة والتكوين اللذين يتميز بهما أفراده ومراقبة جميع قطاعات الجيش، بما فيها الثكنات العسكرية. ومرافقة الوحدات العسكرية في تنقلاتها وتتبع تحركات الأرتال والوحدات المتنقلة، وإنجاز تقارير يومية عن الجيش، ورفعها إلى قيادة الدرك. بصفة رجال الدرك ضباط شرطة قضائية، فتتركز مهامهم بالدرك الحربي على رصد أي خرق لقانون العدل العسكري، والتحقيق مع أي عسكري كيفما كانت رتبته العسكرية. إذ يستمع إلى المتهمين في الجرائم التي ترتكب في الثكنات أو القواعد العسكرية، ويوضع الأضنان تحت الحراسة النظرية ويحالون على المحكمة العسكرية. تتشكل إدارة الدرك الملكي من عدة وحدات ومن بينهم الدرك الإقليمي، وحدات السلامة الطرقية، وحدات الخيالة، فرق الكلاب البوليسية، فرق الدراجين، لواء الأمن والتدخل، الفرق العلمية والتقنية. بالنسبة للدرك المتنقل، فمهمته هو دعم جميع المناطق التي تحتاج دعما وكذا دعم وحدات الدرك. الدرك البحري يقوم عمله على مراقبه الشواطئ المغربيه وتفتيش السفن بالمياه الاقليميه والقيام بعمليات خاصه بالمياه الاقليميه والدوليه ويسانده في عمله الدرك الجوي ويراقب ايضا تحركات القطع الحربيه التابعه للبحريه المغربيه وله ايضا فروعه الخاصه. مجموعه الغوص وهي مجموعة التدخل البحرية. الدرك الجوي يهم مراقبة التراب الوطني ومراقبة السواحل المغربية الكبيرة جدا والقيام بعمليات انقاذ جوية وتدخلات انسانية وكذلك القيام بالعمليات الخاصة. الدرك الحربي وتتجلى صلاحيات الدرك الحربي في مراقبة ورصد أي خرق لقانون القضاء العسكري داخل الثكنات والقواعد العسكرية المغربية. ومرافقة وحماية الوحدات العسكرية خلال تنقلاتها. أسطول الدرك الملكي: يتوفر الدرك الملكي على أسطول كبير ومتنوع من السيارات والدراجات النارية والمروحيات والطائرات والزوارق، ويتكون غالبية أسطول الدرك الملكي من سيارات رباعية الدفع بحكم طبيعة التدخلات التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي، والتي تكون غالباً في المناطق القروية، والتي تتميز بطرقها الصعبة. ومن بين أهم السيارات التي يتكون منها أسطول الدرك الملكي وهي تويوتا برادو، نيسان باترول سوبر سفاري، داسيا دوستر، فولزفاجن كادي، أما أسطول الدراجات النارية فغالبيتها تتكون من دراجات من طراز BMW، R1200RT، أما فيما يخص مراقبة الغابات والشواطئ، فالدرك الملكي يستخدم دراجات الكواد أو الخيول. شروط الولوج إلى صفوف الدرك الملكي. للولوج للصفوف الدرك الملكي يجب على المترشح أو المترشحة أن يكون من جنسية مغربية طبعا الحاصلين على شهادة البكالوريا أو يتابعون دراستهم بمستوى الثانية من سلك البكالوريا شرط إدلائهم يوم الانخراط بشهادة البكالوريا عزاب وبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر إلى غاية 1 شتنبر متوفرين على قامة لا تقل على متر وسبعون للذكور ومتر وثمانية وستون بالنسبة للإناث سليم الجسم بدون سوابق عدلية غير مطرودين من إحدى الوظائف العمومية بعدها يتم قبول ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء وأخيرا لا يسعنا سوى شكرهم على أدوارهم النبيلة وعلى مهامهم الكبيرة التي تساهم بشكل حاسم في حماية أمن الوطن والمواطنين انتم ايضا ايها المشاهدون لكم جزيل الشكر على حسن تتبعكم والى اللقاء في الوثائق الخادم ان شاء الله